هناك أخطاء أنا ارتكبتها حرمت فيها حتى النطق، أو إنه أنا أنطق بلساني إن لم يكن بقلبي على الأقل بلساني. حتى دهشت إنه وصلت لتسعين ألف استغفار يعني. وأنا نايمة جاني هاتف وحسيت كأنه في شخص جنبي، يعني حسيت إنه كأنه في أحد جنبي واقف يعني جنب رأسي بالذات ويصحيني إنه اصحي الآن، الآن الآن وقت إجابة للدعاء، وقت إجابة للدعاء. يا رب إن كان هذا الهاتف الذي سمعته حقا فاجعله حقا، يا رب إن كان هذا الهاتف الذي سمعته حقا فاجعله حقا داخلي. علق التعليق وقالت يعني سبحان الله، ما بين هذه المرأة وبين الله، ما بين هذه المرأة وبين الله. يعني أتكلم عادي في أي شيء أتكلم عادي، لكن إنه أجي وأقول اللهم اغفر لي أو اللهم يعني إنه أو حتى بأي صيغة من الصيغ ما استطعت أبدا. لساني لا ينطق، سبحان الله. يعني أنا أتيت بالفعل الذي يعني يفعله إبليس، ولذلك ما دام أنا أتيت بنفس الفعل طبيعي أنا أحرم كما حرم إبليس بنفس الطريقة، كما حرم إبليس بنفس الطريقة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وفرح. واحدة من الأمور اللي يفترض أنه إحنا نوقف عليها وقفة اللي هي النعمة اللي الله سبحانه وتعالى منها علينا نحن البشر، ألا وهي نعمة الاستغفار وأهمية هذه النعمة في حياتنا. لأنه الاستغفار يعني البداية الجديدة، الاستغفار يعني أنه أنت بإمكانك أن تبدأ بداية جديدة في أي وقت أنت تقرر فيه هذه البداية. الأمر لا يرتبط بتاريخ ولا يرتبط ببداية سنة أو بداية موسم أو بداية أي شيء آخر، وإنما بداية التغيير وبداية أنه أنت تريد فعلا الحياة المريحة، الحياة الطيبة. وهذا الأمر يعني اللي فعلا محتاج أنه إحنا نوقف عليه. أنا بالنسبة لي تجربة الاستغفار تجربة ليست عادية، لأنها يعني تجربة تعلمت منها دروس جدا مهمة. وأعتقد أنه من المهم بمكان أنه أنا أيضا أشارككم هذه الدروس، لأنه كثير ما تصلني أيضا مسألة أنه أنت دائما دائما تشيدي بالاستغفار ودائما تؤكدي على الاستغفار، ويعني نستغرب لما تقولين أنه الاستغفار فعلا يفتح لك البوابات. إحنا ما شايفين هذا الأمر وما نعرف وين الخلل. يعني لما أعرض لكم تجربتي راح تشوفوا وين الخلل يعني اللي إحنا نقع فيه واللي أنا وقعت فيه سابقا. الخلل اللي وقعت فيه في الواقع ما بس حرمت فيه فضل الاستغفار، وإنما أيضا حرمت فيه اللي هو إنه أنا حتى أستغفر أو أنه أنا أقول أستغفر الله العظيم أو ربي اغفر لي، ما كانت لساني تستطيع أن هي تنطق. هناك أخطاء أنا ارتكبتها حرمت فيها حتى النطق، أو أنه أنا أنطق بلساني إن لم يكن بقلبي على الأقل بلساني، فحرمت من هذا حقا يعني. ولذلك كان مهم جدا أنه أنا أنقل لكم هذه التجربة وكيف يعني هذا الخطأ اللي ارتكبته خلاني أشوف طريقة الاستغفار الصحيحة وطريقة الاستغفار اللي فعلا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بها، والتي يجب أن يعني نقوم بها أو نمارسها بشكل صحيح حتى تأتي الثمار أو البركات اللي الله سبحانه وتعالى وعدنا فيها. بدأت الاستغفار خلينا نقول بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فكرة الاستغفار يعني كنا دائما نقول أستغفر الله، لكنه ما كان بالطريقة خلينا نقول يعني بطريقة تلقائية. لما يصير موقف معين، لما يصير حتى أحيانا في الكلام نقول أستغفر الله، لكن ما نكون واعيين
لحد 2015 تقريبا. في هذه السنة طبعا توفت والدتي، ومن بعدها اضطرينا ان احنا ننقل من مكان السكن اللي كنت اسكن فيه الى مكان اخر، وفي نفس الوقت العمل عندي ما انتقل، يعني ظليت في نفس مكان عملي، وبالتالي كان لابد انه انا من مكان العمل، من مكان السكن الجديد لحد مكان العمل هذا تقريبا مسافة ساعة ونصف، من ساعة إلى ساعة ونصف على حسب، لأنه كنت أعمل كمشرفة لمادة الكيمياء ومعلمي الكيمياء ومعلمي العلوم ومعلمات العلوم عفوا معلمات الكيمياء، فكنت يعني أشرف على مدارس. المدارس تبعد عن مكان سكني، في بعض منها يبعد ساعة، في بعض منها يبعد ساعة ونصف، فكنت في كثير من الأوقات عشان أروح لهذه المدارس أو حتى أحيانا أروح لاجتماعات مع الفريق، كنت يعني أضطر أنه أنا أسوق مسافة أو مدة زمنية في اليوم الواحد 3 ساعات، يعني ساعة ونصف رايحة وساعة ونصف وأنا راجعة للبيت. فكانت هذه المسافة أو هذه المدة الزمنية كنت أستغلها بالاستغفار، ما كنت أشغل راديو أو كنت أستمع لشيء معين أو حتى أنه أشغل القرآن، كنت أستغلها بالاستغفار طوال الوقت، لدرجة أنه كنت أشوف أنه أنا لما أمسك المسبحة كنت أشوف أنه في النهاية أنا أوصل أحيانا إلى 30,000 استغفارة إلى 50,000 استغفارة، لدرجة أنه مرة يعني حتى دهشت أنه وصلت لتسعين ألف استغفار. والحقيقة هذا الاستغفار وأنا ما كنت يعني واعية إلى أنه هذا الاستغفار كان يعطيني الطاقة، ونفس الشيء الانشغال بذاتي والانشغال بنفسي، وأيضا يعني أكسبني روتين أنا أسميه من أجمل الروتينات اللي عشتها في تلك الفترة في 2015. فكان الروتين اللي كنت أعيشه إنه أنا مثلاً لما أصحى من الفجر، بعد الفجر مباشرة أبدأ بتنظيف المنزل، وبعدين بتجهيز الشاي والقهوة اللي عادة يعني والدي يحب إنه يشرب شاي أو قهوة الصباح، فكنت أجهز الشاي والقهوة وكنت أنظف البيت خاصة الدور الأرضي تماماً، تنظيف تام كامل مع كبر المساحة، ومن ثم أتوجه إلى العمل، يعني بعدين أتجهز للعمل ثم أتوجه إلى العمل وأسوق هذه المسافة وأعود للعمل لإكمال، يعني أعود عفوا للمنزل لإكمال رسالة الماجستير، لأنه كنت في تلك الفترة يفترض أنه أنا أطبق عمليا الأدوات اللي اخترتها لرسالتي في الماجستير. ففي تلك الفترة سبحان الله يعني بالرغم من التعب الجسدي اللي كنت أعاني، يعني سواء كانت أسفل الظهر أو كانت حتى أقدامي تتورم لدرجة أنه ما كان الورم يعني يقل، لا كان الورم مستمر، ومع ذلك ما كان في عندي هذاك الشعور اللي هو شعور الضيق أو شعور الحزن، أو كان كل هذه المهام ما كانت تشكل بالنسبة لي أي أزمة، لدرجة أنه أنا كنت جدا هادية في تلك الفترة، كنت جدا يعني متصالحة مع نفسي وكنت جدا سعيدة، وكانت أموري تمشي بسلاسة ومنتهى السهولة. وفي يوم من الأيام صار عندي يعني أزمة، ومن بعد هذه الأزمة صار عندي موقف، الموقف هذا هو اللي حرمني من بعدها فعلا لذة الاستغفار، وإنه أنا حتى أنطق بلساني الكلمة أو الذكر اللهم اغفر لي أو أي نوع من صيغ الاستغفار. الموقف اللي صار انه انا في 2016 يعني كنت لازلت لم انتقل،
من مكان عملي، أو لم أجد نقل لمكان عملي لمكان آخر أقرب بالنسبة لمكان سكني. فاللي صار إنه كان عندي أزمة مالية، وكان بالضبط شهر مارس 2016. ففي هذه الفترة كانت أختي تسألني إنه أنت مقبلة على التزامات مالية، كيف راح تتصرفي، إيش راح تسوي. فالغريب أنه كنت دائما أرد عليها بأنه ما تقلقي، يدبر الأمر وإن شاء الله تنحل. ولكن في واقع الأمر ما كان عندي أي حل، وكنت حتى مستغربة من نفسي أنه كيف أنا أرد بهذا الرد. الهدوء، يعني الهدوء ما كان مصطنع وما كان هدوء تمثيل، كان هدوء فعلا نابع من الداخل. وكان هذا الهدوء الهدوء اللي خلاني فعلا حتى ما أفكر في كيفية أنه أنا أقضي الالتزام المالي هذه، أو أن أحل الأزمة المالية هذه، وكيف ممكن يعني أوجد طريقة، أو إيش المبررات اللي راح أقولها. ف يعني حقيقة كنت أعيش سكينة غريبة، وظل الوضع كذا يعني تقريبا لمدة أسبوعين، لحد ما صار إنه موعد التسديد تقريبا في حدود بقى يومين. ففعلا بدأت لما صار الموضوع إنه خلاص، يعني الموضوع صار جدا قريب، وأنا لحد الآن ما فكرت في طريقة ولا بذلت أي مجهود في إنه أنا كيف أحل هذه الأزمة. فأتذكر إنه فعلا جاني هذا السؤال، وكنت أتساءل يعني قبل النوم إنه يا ترى شو راح أقول للناس أو الأشخاص اللي يفترض إنه أنا أسددهم في هذه الفترة، وكيف راح أسدد يعني المبلغ هذا، وخاصة إنه كان مبلغ كبير. فكان هذا السؤال تقريبا قبل النوم، بس ما كان سؤال فيه قلق أو كان فيه، كان مجرد سؤال طرحته قبل النوم. وفعلا بعد النوم، في النوم جاءتني والدتي في الحلم، وهي تحتضني وأنا راكبة سيارة، يعني هي معاي في السيارة، وكأننا نركب في السيت الخلفي أو الكرسي الخلفي أنا وهي. فكانت تحتضني وكانت تقول لي يعني أنه لا تقلقي، وأنه إن شاء الله الموضوع راح ينحل، وما راح يصير في يعني أزمة، وأن الله تعالى راح يدبرش الأمر وما تقلقي. وفعلا يعني صحيت اليوم اللي بعده، وكنت في يعني مطمئنة وأشعر باطمئنان، وخاصة أنه أنا أؤمن بالعبارة اللي تقول أنه رؤية الموتى حق، وأنه ما يقولونه الموتى من, من, من كلام هو حق. فأنا كنت مصدقة هذا الشيء، وفعلا كنت خلينا نقول أعيش السكينة. واستمر يعني يومي بنفس الطريقة وبنفس الروتين اللي تعودت عليها، الاستغفار، وأرجع وأنا استغفر طول الطريق. اليوم اللي يفترض أنه أسدد فيه الليلة، يعني كان بالليل نفس الشيء، نمت وفعلا ما كان عندي أي فكرة، لأنه كان يصبح اليوم الثاني يفترض يوم السداد، فما كان عندي أي فكرة إيش ممكن أسوي، إيش ممكن أعمل. فصار إنه يعني وأنا نايمة جاني هاتف، وحسيت كأنه في شخص جنبي، يعني حسيت انه كانه في احد جنبي واقف يعني جنب راسي بالذات، ويصحيني انه اصحي الان وقت اجابه للدعاء، او اصحي الان. فطبعا انا نهضت كذا يعني مفزوعه، مش انه مفزوعه، ولكن من الهاتف، لدرجه انه كنت اشعر انه حقيقي. فلما صحيت على صوت أذان الفجر، ففعلا يعني كان يؤذن، فقمت توضيت صليت. بعد ما صليت أتذكر أنه كذا صيغة الدعاء اللي بعد ما خلصت مصلي، صيغة الدعاء اللي قلته أنه يا رب إذا كان هذا الهاتف حق فاجعله حق،
فاجعله حقا. يا رب إن كان هذا الهاتف الذي سمعته حقا فاجعله حقا. يعني بمعنى اجعله حقيقة، يعني خليني فعلا أتأكد أنه هو حقيقي وأنه أنا فعلا دعائي الآن مستجاب، وخليني أشوف هذه الحقيقة. وبعدها كملت يومي عادي، ذهبت إلى العمل ونفس الروتين اللي متعودة عليه، الاستغفار وإلى آخره، لحد ما جاني اتصال الساعة 11 وما كنت أفكر أصلا لا حتى بالدعاء، أنا نسيت أصلا الدعاء وغيره. فأتذكر أنه جاني اتصال من واحدة قريبتي تسلم علي وكذا، فبعدين تقول لي أريد أسألك سؤال، فقلت لها تفضلي. قالت لي أنت ما تريدي فلوسش؟ فقلت لها أي فلوس؟ فقالت لي فلوس الجمعية. قلت لها أي جمعية؟ قالت لي أنت معانا في الجمعية ويفترض دورش هالشهر، وأنت ما يعني ولا سألتي ولا تواصلتي ولا أي شيء، فإذا كنتي ما تريدي الأموال خلاص يعني إحنا نعطيها لشخص ثاني إذا أنت مستغنية. فطبعا أنا وهي تتكلم أنا في حالة دهشة. ليش؟ لأنه أنا اللي أتذكر أنه كان الاتفاق بيني وبينها أنه يعني أنا أستلمها نهاية شهر 6 اللي هو نهاية شهر يونيو مش نهاية شهر مارس. فما جاء أبدا على بالي أنه إنه صار في تعديل أو إنه صار في أبدا، ما 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 تواصلت معها ولا أنا فكرت يوم من الأيام إنه أنا أتواصل معها أو إنه أنا أقولها يا ريت تعطيني تقديم أو تسألي صاحب الدور يقدمني، لأنه عندي قناعة إنه هاي الأدوار لما نكون إحنا اتفقنا فيها خلاص يعني كل واحد المفروض يرتب أموره، وإنه الشخص الآخر ما إله ذنب إنه هو يضحي بدوره وغيره، ويمكن يكون أصلا صاحب الشخص هذا يعني محتاج وكذا. فما فكرت يوم من الأيام إنه أنا صراحة أتواصل أو إنه يعني ما جاء أبدا هذا الحل حتى في بالي. فطبعا ضحكت وقلت لها يعني أكيد طبعا أنا أريد المبلغ. قالت لي طيب أرسلي لي رقم الحساب عشان نحول لك المبلغ، وكان مبلغ طبعا كبير حتى أكثر من الالتزام اللي أنا مرتبطة فيه. فبقيت حقيقة طوال يعني اليوم وأنا في حالة تعجب واندهاش، وفعلا تأكدت أنه الهاتف كان هاتف حقيقي وكانت رؤية حقيقة، ما كانت رؤية من الشيطان أو من نفسي وغيره. وبقيت طول اليوم يعني ما عارفة أنه كيف أشكر الله تعالى على النعمة، وكيف أنه أنا كيف أنه الله تعالى أنقذني، وأنه فعلا سبحان الله وفعلا جاءني هذاك الفكرة أنه الاستغفار كان السبب في أنه الله تعالى ينزل علينا السماء مدرارا، وأنه يرزقنا بالأموال والبنين ويرزقنا بالأنهار وأنهار من الخير وغيره. يعني فعلا هذيك اللحظة جاءني هذا الشعور، وبقيت فعلا أنه أشكر الله تعالى على أنه يعني أنقذني من هذا الموقف، وتم سداد الأمر بكل سهولة مع فائض مالي ولله الحمد. ضليت فترة لحد ما كنت أصلا أنا في مجموعة من مجموعات إحنا نسميها مجموعات الذاكرات، وعادة في هذه المجموعات دائما يكون في مواضيع تساعدنا على الذكر الكثير، وأيضا في نفس الوقت اللي عنده تجربة مع القرآن أو مع الأذكار أو غيره يلقيها على الآخرين عشان الآخرين يستفيدوا منها، وأيضا من باب التحفيز. ففعلا إنه في هذيك الفترة قلت أنا ليش ما يعني أخبر الأخريات بتجربتي. ففعلا خبرت واحدة من المسؤولات عن هذه المجموعات أنه يا فلانة أنا عندي تجربة وأريد أشاركها للأخريات، وهي تجربة قريبة وأحب أن أشارك بها الأخريات. فقالت لي ما في بس اكتبيها، وكتبتها فعلا فجاءت ونقلتها إلى هذه المجموعات. فلما نقلت التجربة طبعا كانت المجموعة مفتوحة، فأتذكر حينها أنه واحد من التعليقات اللي يعني عمل مثل الإضاءة، بس للأسف عمل إضاءة لكنها إضاءة حارقة لأنها دمرت كل شيء في داخلي، علق التعليق وقالت يعني سبحان الله ما بين هذه المرأة وبين الله حتى أن الله تعالى يحل لها الموضوع بهذه السهولة.
يعني أنا كتبت القصة بنفس التفاصيل اللي حكيت لكم إياها. طبعاً العبارة هذه يعني وقعت على نفسي موقع خاطئ، لأنها وقعت موقع الفتنة، وأشعرتني إنه أنا لأني أذكر الله تعالى، لأني أستغفر كثير، الله سبحانه وتعالى أعطاني، فأعجبت بنفسي وبالعمل اللي أقوم فيه. هذا الإعجاب اللي كنت أنا ما واعي فيه، ما كنت منتبهة، وهذا الشعور بالكبر وبالعجب ما كنت منتبهة له، هذا الشعور بالذات هو اللي في النهاية في الواقع اليوم الثاني من بعد هذه القصة، يعني أردت فعلا بس إنه أنا أنطق اللهم اغفر لي أو استغفر الله العظيم، لساني لا ينطق، يعني أبدا ما يتحرك، يعني أتكلم عادي في أي شيء أتكلم عادي، لكن إنه أجي وأقول اللهم اغفر لي أو اللهم يعني إنه أو حتى بأي صيغة من الصيغ ما استطعت أبدا، لساني لا ينطق، عجز ما طبيعي. وحاولت اليوم الأول، اليوم الثاني، الموضوع ظل شهور وأنا أحاول إنه أنا أستغفر، لدرجة إنه من شهر يمكن إبريل لحد يعني 2016 وأنا فقدت تماما القدرة على الاستغفار. 2016 بدأت حياتي تتدهور وبدأت تروح منحنى للأسفل، والأزمات صارت تزيد، الأزمات المالية انتكست، وبدأت أدخل في مزاج عصبي، وصرت حتى صار تفكيري سلبي وما كنت منتبهة لذا كله، لحد يوم من الأيام يعني كانت عمتي عاملة دورة تدريبية في التدبر، فقلت أنا يمكن سبحان الله يعني وضعي بيتغير، يمكن حالي بيتغير، يمكن هالحالة اللي أنا فيها يتغير، فالله سبحانه وتعالى شاء لي أنه أنا ألتحق بهذه الدورة، وفعلا التحقت. والله تعالى أراد لي، لأنه كنت فعلا يوميا أتساءل شو سبب أنه أنا ما أقدر حتى أنطق، وكانت الساعات يعني طويلة، وبعدين صار النقل، يعني على 2016 صار النقل، لما صار النقل يعني في نفس الوقت عملي ما كنت راغبة فيه، يعني وضعي صار سيء، برغم أنه صار المكان قريب، لكن مع ذلك صرت أسوأ، ما صرت أعطي، ما صرت أقدم، ما صرت يعني أحقق أي شيء، لحد ما يعني التحقت بهذه الدورة. وفعلاً لما التحقت أتذكر أنه كان من ضمن النقاط اللي تناولناها في التدبر، اللي هي نقطة أنه الإنسان لما يوفق إلى عمل خير ويحقق الإنجازات ويحقق الفتوحات، عليه أن ينتبه ويرجع الأمر لله ولا يرجعه إلى نفسه، لأنه ذلك من الحرمان أنه يرجع لنفسه فيصاب في الكبر. وتلت علينا اللي هي سورة النصر، فقالت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفعلا كأنه شيء أضاء في ذهني، والآن فهمت ليش، لأنه أنا كنت أعتقد أنه الحرمان كان بسبب أنه أنا أبلغت الآخرين، فظنيت أنه أنا يعني تعرضت للحسد، وأنه أنا حسدت، وأنه أنا مصابة بعين، وأنه أنا هذا اللي أصابني، ولكن واقع الأمر هو أنه ما أصابني هو العجب والكبر، الكبر اللي أخرج إبليس من الجنة، الكبر اللي يعني من رحمة الله عفوا، الكبر اللي حرم فيه إبليس الراحة، فأنا أصبت بما أصاب به إبليس، ولذلك أنا حرمت من الاستغفار، واللي هي نعمة متاحة لكل إنسان أنا حرمت منها. فساعتها قلت سبحان الله، يعني أنا أتيت بالفعل
الذي يعني يفعله إبليس، ولذلك مدام أنا أتيت بنفس الفعل طبيعي أنا أحرم كما حرم إبليس بنفس الطريقة. ولذلك يعني اللحظة هذه هي اللحظة اللي نطق فيها يعني لساني أخيرا إنه أنا أستغفرك يا رب، لأنه أنا شعرت بالعجب وإنه أنا ما حمدتك ولا نسبت الفضل لك، ولذلك أنا فقدت فعلا النعمة الأهم، وإنه غرني الإيجو وغروري بنفسي واعتقادي إنه أنا صاحبة العمل، ولكن الواقع لا، إنه دائما إحنا محتاجين لله سبحانه وتعالى. طبعا مع الوقت الموضوع ما رجع بشكل نفس السابق بالأعداد الكبيرة، لكن كان يهمني جدا إنه أنا أتعلم الأخطاء والأشياء اللي أنا ارتكبتها في الاستغفار، وفعلا وصلت إلى مجموعة من الأمور جدا مهمة ويمكن ما كثير ناس يعني تستوعبها. وفعلا هالمرة الاستغفار صار مش مجرد ترديد وإنما بوعي، وفعلا لما كنت صرت أوعى وفاهمة أكثر إيش هو الاستغفار بالصدق، ساعتها فعلا وصلت إلى النتيجة النهائية. وفعلا لما صار الله سبحانه وتعالى يسر لعملية الاستغفار كانت النتيجة فعلا مذهلة بطريقة يعني لا توصف، لدرجة أنه ما أذكر من بعدها فعلا أنه أنا استغفرت استغفار لأمر معين إلا الله سبحانه وتعالى جعله لي حقا، وفعلا صار كان وعد الله حق. فأنا حابة أنه فعلا أشارككم هذه النقاط وهذه الملاحظات والأخطاء اللي إحنا نقع فيها وإيش يفترض أنه إحنا نعمل. أول شيء في الاستغفار لازم أفهم إيش يعني استغفار. قبل ما أستغفر لازم أفهم إيش هذه العبادة وما الذي الله سبحانه وتعالى يريدها، يعني لماذا الله تعالى أقرها علينا وأعطانا إياها، وهذه من النعم الجميلة اللي حرم منها إبليس، وهي نعمة طلب المغفرة وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى. وطبعا كالعادة لما أريد أعرف شيء معين أرجع للقرآن الكريم، لأنه عادة القرآن الكريم هو اللي يوضح. فكنت أبحث عن آيات الاستغفار وأبحث أيضا عن استغفار الأنبياء وحاول أنه أنا أحلل إيش الأشياء اللي يفعلها الأنبياء في استغفارهم، وإيش الأشياء اللي أنا ما كنت أعملها أو ما كنت أشعر أو ما كنت واعية فيها. فأول حاجة كانت اللي هي أنه الاستغفار في واقع الأمر هو أكبر وسيلة أو أفضل وسيلة لتطهير القلب وتطهير العقل من الأفكار السلبية وتطهير القلب من المشاعر السلبية. فلما يطهر العقل ويطهر القلب من هذه المشاعر يصير القلب خلاص نقي ومستعد أنه هو يتلقى من الله سبحانه وتعالى. لكن أنا عشان أطلب المغفرة لازم يكون عندي هذاك الشعور اللي هو إنه شعور الاعتراف، والاعتراف يكون على وجهين. فأول حاجة أنا عشان أستغفر صح لابد أنا أقول يا رب اغفر لي، أو يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك، أو يا رب أستغفرك وأتوب إليك، أو أي صيغة من الصيغة الاستغفار لازم أحط في بالي اعترافين. أول شيء أعترف أنه أنا الذي ارتكبت الخطأ، وأعترف بمسؤوليتي في ارتكاب هذا الخطأ اللي أنا أطلب المغفرة منه، لأنه هذه المسؤولية هي اللي راح تعني أنه راح يكون عندك فرصة للتغيير. لأنه الإنسان كل ما تحمل مسؤولية الاعتراف بالخطأ معناه أنه مستعد للتغيير، والله تعالى يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت لما تقر وتعترف معناه أنت فعلا تريد التغيير. فأي شخص لما يستغفر يفترض أنه يعترف فعلا يا رب أنه أنا اقترفت، يا رب أنا اقترفت هذا الذنب وأنا معترف وأقر بهذا الذنب. الاعتراف من الجهة الثانية اعتراف حاجتي لله تعالى أنه هو يعيني على تطهير هذه الذنوب من قلبي ومن عقلي، بحيث أنه تأثيرها وأثرها وأي نوع من أنواع الذنوب. وطبعا أنواع الذنوب مش ذنب واحد، هي 7 أنواع، يعني الإنسان
ممكن تكون ذنوب، ممكن تكون أخطاء، ممكن تكون صدمات، ممكن تكون مواقف، ممكن تكون ماضي، إلى أشياء أخرى سبعة. ولعل إن شاء الله السبعة هذه راح بإذن الله تعالى في حلقة قادمة راح أتكلم فيها عن اسم الله الغفور، وراح أتكلم عن هذه الأنواع بشيء من التفصيل. إذا حابين تتابعوا بإذن الله تعالى إن شاء الله راح ننزلها في الحلقات القادمة عن اسم الله الغفور، راح أتكلم عن هذه الذنوب وأنواعها. ولكن لازم أحط في بالي إنه أنا بحاجة إلى أن أو أعترف بحاجتي لله تعالى، لأنه أنا ما راح أقدر أطهر هذا الأمر، وأنه هذا التطهير أصلا أو هذا الاستغفار ما راح يكون فاعل إلا وجود قوة مؤثرة، وهذه القوة هي الله سبحانه وتعالى. فلابد أنه أنا أعترف بحاجتي لهذه القوة وبحاجتي إلى وجود الله سبحانه وتعالى حتى يطهرني وحتى يغفر لي وحتى يمحو عني آثار هذه الأخطاء بأنواعها السبعة. فهذه رقم واحد اللي هي نقطة الاعتراف. وقلنا الاعتراف بالذنوب وبالأخطاء والاعتراف بحاجتي إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية اللي هي المسارعة. كثير منا لا يسارع إلى الاستغفار ولا يسارع إلى طلب المغفرة ويقترف أشياء كثيرة في يومه، يعني يكون طول اليوم أصلا. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة، وكلمة 70 مرة يمكن في بالنا إحنا نعتقد أنه 70 مرة حاجة بسيطة يعني، ولكن الاستغفار يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كان يقول قول يشك في أنه هذا القول ممكن يكون قول خاطئ أو ممكن فعل ربما يكون هذا اختيار خاطئ، فكان يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أحيانا اختياراتنا الخاطئة، أفعالنا الخاطئة، أقوالنا الخاطئة تشكل مثل الطبقة تعمينا، تعمي قلوبنا، تعمي عقولنا، فيصير إنه إحنا ما نشوف بعدها ذلك ونبدأ نتخبط. فلذلك لابد إنه إحنا نسارع دائما أي عمل نعمله، أي فعل نفعله. ولذلك إحنا بعد الصلاة دائما نستغفر، يعني أول حاجة، لأنه ممكن يكون إحنا صلينا بطريقة قلبنا فيها مشغول، عقلنا فيها مشغول، ولذلك يفترض إنه إحنا نسارع. اللي يصير إنه إحنا دائما الأخطاء والأقوال يعني ما نفكر في إنه إحنا نستغفر منها، ما نفكر في إنه إحنا نقولها. ولذلك أيضا جف بالي كفارة المجلس، ليش إحنا نقول سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك، أو سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك؟ لماذا هذا الاستغفار بعد المجلس؟ وفعلا إنه ممكن يكون أحيانا نقول أشياء، هذه الأشياء لها تأثير وإحنا ما منتبهين، يأخذها العقل يركز عليها ويبدأ يعني يوقع أثرها على قلوبنا. وممكن يكون أحيانا أثناء الحديث ممكن نقول شيء خاطئ، نتقول على الله سبحانه وتعالى، نتقول على الرسول، فيفترض أنه إحنا ننتبه. فلذلك أيضا لاحظت أنه الأنبياء برغم أنهم كانوا يفعلوا حسنات ومع ذلك كانوا يستغفروا، ربنا تقبل منا، يعني كانوا وربنا اغفر لنا وإلى آخر، وكانوا يعني نعم العبد إنه أواب. يعني لماذا هذه السرعة مع الأعمال الصالحات؟ يعني إحنا في ظاهرها نعتقد إنها صالحة، لكنه أحيانا ما نعرف وقعها على النفس، هل ممكن أنا أعجب فيها، هل ممكن إنه أنا يعني يعجبني هذا العمل وأفرح فيه؟ لا، لابد أنه أنا بعد كل عمل خير وبعد كل عمل أصلا أقوم فيه لابد أنه أنا أسارع في الاستغفار. هذه المسارعة تجعل النتيجة سريعة أيضا، وتجعلني على طول أيضا في اتصال مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك رقم 2 اللي هي المسارعة إلى التوبة، ما أؤجل التوبة ولا أؤجل المغفرة. وهذا اللي ما كثير ناس تنتبه له، أنهم هم الحقيقة يستغفروا لما يكونوا محتاجين شيء معين، وهذا خطأ. لا، يفترض أنه إحنا نستغفر بشكل تلقائي، يعني الاستغفار يجب أن يكون مسألة تلقائية وسلوك وعبادة سلوكية تلقائية، بعد أي قول، بعد أي عمل، بعد إنجاز أي حاجة على طول مباشرة أستغفر حتى لا يقع أثرها في نفسي ولا يقع يعني النجاسة الموجودة في هذا العمل في نفسي فتؤثر علي معنويا. وطبعا أنا لما أتكلم عن النجاسة المعنوية، لأنه المعنوية هنا أقصد فيها مشاعري أفكاري، لأنه إذا مشاعري وأفكاري سلبية مباشرة راح يعني أنهار وراح أتدمر وراح أختار اختيارات خاطئة، لأني ما راح أكون شايفة، لأنه يصير مثل الران هذا يعميني، وبالتالي أنا محتاجة لأنه أشيل هذه الطبقة اللي هي تعميني.
رقم ثلاثة أيضا، لابد من أنه أنا أتأكد من أنه أنا لا أصاب بالعجب ولا بالكبر، ولا أفرح بأعداد الاستغفار اللي أقوم بها. يعني إذا في ناس تستغفر مثلا 1000 مرة أو 10,000 مرة أو أي كان العدد الذي تستغفر فيه، ما تفرح بهذا العدد، بل تشكر الله تعالى وتكون حامدة إن الله تعالى وفقها إلى الاستغفار، تحمد الله سبحانه وتعالى إنه الله تعالى وفقها للاستغفار. فما تصاب بالعقوب وتفرح إنه أنا اليوم أنجزت العمل الفلاني، وفعلا هذا اللي كان يعني السبب في أنه أنا حرمت فيه من الاستغفار بعد ذلك، ومن أنه أنا نطهر قلبي. فيعني لا نظن بأي حال من الأحوال، هذا رقم ثلاثة، أنه إياك والإعجاب بالاستغفار الذي تقوم فيه وتظن أنه أنا يعني أنا المتفضل، لا، بل الله سبحانه وتعالى الذي أنطقك. فإذا الله تعالى أنطقك فإذن هو يريد أن يغفر لك، ما دام الله تعالى أنطق لسانك. فإذا قم بالاستغفار كما يجب، قم بالاستغفار كما يعني أطلب المغفرة وأنت تعترف، أطلب المغفرة وأنت مسارع لها، أطلب المغفرة وأنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وبحاجة إلى فضله. أطلب المغفرة لأنك لا تريد أن تتلوث، لا تريد أن تكون في حالة تلوث معنوي. فلذلك لابد من أنه إحنا المسارعة، وأنه إحنا يعني نشيل الشعور هذا اللي هو بالكبر، وأنه نرجع الأمر دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي وفقنا لهذا الأمر. الأمر الآخر أيضا في الاستغفار، أنه جميل جدا أنه نظهر الشكر هذا على شكل دفع صدقات. ليش نخرج صدقات؟ لأنه هنا نحن نكون فعلا أثبتنا حاجتنا أولا لله سبحانه وتعالى، وأنه هو المتصرف والمدبر للأمر. الأمر الثاني، أشكر الله سبحانه وتعالى أنه هو وفقني. الأمر الثالث، أنه بهذه الصدقة أنا لا أريد جزاء أو شكورا من الآخرين اللي أمنحهم هذه الصدقة، وإنما أريد أن يغفر الله سبحانه وتعالى عني، وأن يرفع عني هذا الأذى، وأن يرفع عني هذا الضر. ففعلا لما تدفع هذه الصدقة أنت لا تنتظر أي شيء آخر سوى أن الله تعالى يغفر لك. ولذلك من ضمن الأشياء اللي أقوم فيها بعد الاستغفار اللفظي وجلسة الاستغفار، مباشرة أخرج صدقة. الصدقة ما لازم تكون شيء كبير، ممكن تكون 100 بيسة أو تكون ريال سعودي، يعني لا تكلف شيء، أو حتى ابتسامة، أو حتى أي عمل طيب أريد فيه من الله سبحانه وتعالى أنه بهذا العمل الطيب أنه هو يتمم لعملية المغفرة. أمر آخر أيضا في الاستغفار اللي هو حسن الظن بالله واليقين والثقة وعدم التعلق، وإنه أنا ما أقوم بهذا الشيء إلا من خلال إنه أنا أثناء جلسة الاستغفار أستحضر أول شيء قباحة الذنب اللي أنا اقترفته، أو الأقوال أو الأشياء اللي يمكن أنا أكون ما مدركتها. وحتى لما أستغفر أذكر كذا، يعني أقول إنه يا رب يعني اغفر لي ما أعلم وما لا أعلم، اغفر لي ما أذكر وما نسيت، يعني الذنوب التي أذكرها والذنوب التي نسيتها. ففعلا هذه الطريقة تخليني أنا أحاول أن أشمل كل الأشياء، هذه جزئية، وأستحضر في نفس الوقت الذنوب اللي أقدر أستحضرها وأثناء عملية الاستغفار أو أثناء جلسة الاستغفار. الشيء الثاني، أستحضر أيضا إنه كأنه الاستغفار كأنها طاقة نورانية، أو كأنها طاقة من الماء، الماء الطاهر اللي يغسلني ويطهرني. فلما أستشعر هذا الشعور فعلا أنا ساعتها أحسن الظن وأشوفه هذا، يعني وأنا أستشعره كأني أشوف بعيني المنظر هذا، كأنه ماء، كأنه نور ينزل على قلبي وينزل على عقلي ويبدأ يغسل لي، وأشوف السواد اللي تكون بسبب الذنوب كأنه انزاح وانزال. ففعلا أثناء ما أقوم بهذا الشيء أقوم دائما بعد جلسة الاستغفار وأنا حتى التعلق نفسه ما يكون موجود، ما يكون في تعلق، يعني استغفر واصلا نسيت الموضوع ايش اللي انا اصلا شاغلني وايش الهم اللي انا يعني مشغوله فيه، واستمر في هذه العمليه بشكل يعني يومي، واستمر فيها بعد كل قول او بعد كل عمل اقوم فيه، حتى يعني فعلا احس بالنعمه
أو حتى بعد ذلك أيضا الله تعالى يكرمني بالنعم التي أريدها. ومثل ما أخبرتكم لا أذكر أنه أنا جلست جلسة استغفارية أطلب فيها المغفرة من الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى أجاب لي دعوتي حقا وجعلها حقا. وأحيانا تواجهني صعوبات وتواجهني تعطيل ويواجهني أمور أخرى، فأبدأ فيها أراجع نفسي وأؤكد على نقطة أيضا جدا مهمة، وهي أنه الإنسان إذا كانت هناك حقوق للآخرين لابد أن يسارع إلى إرجاع الحقوق للآخرين، ولابد أنه هو يفكر كيف ينقذ الآخرين ويسارع في أنه هو يعني يمنحهم هذه حقوقهم ويرجعها لهم. وأيضا لابد أنه هو يؤكد على نفسه ويعاهد نفسه أنه أنا ما أرجع لهذه الذنوب، وأنه الأخطاء اللي اقترفتها سواء بجهل مني أو بعلم مني يفترض أنه أنا أتوقف عنها وما أكررها. كل هذه الأمور مهمة جدا حتى يحدث الاستغفار. وما زلت أقول أنه المسارعة هي أفضل طريقة لأنه يتحقق الاستغفار، وأريد نشبهها بالضبط مثل هذاك الثوب اللي لما يتلطخ لما تنظفوه أول بأول يكون أفضل من لما أنا أتركه لحد ما البقعة أو التلوث هذاك يقف. فأفضل طريقة هي المسارعة مع الاتيان بالنقاط اللي ذكرتها. أحاول إن شاء الله أنه أنا في مرات قادمة بإذن الله تعالى مثل ما قلت لكم إن شاء الله نوضح الذنوب والأخطاء اللي نرتكبها وأنواعها، وكيف أنه الاستغفار فعلا يساهم في أنه إحنا نشفى من هذه الأخطاء ومن أثرها المرضية، أو سواء كانت حتى الأمراض النفسية أو حتى عدم التوفيق في الحياة ولا آخر، وكيف ممكن هذه النعمة نكون إحنا وهذه العبادة اللي الله سبحانه وتعالى سنها لنا، وأنه يفترض يعني نقوم بها ولا يعني ولا نتركها، لأنه فعلا نجاتنا وحياتنا والجميل أنه يعني حياتنا وسعادتنا قائمة على هذه العبادة. والجميل أنه في الاستغفار أنت تستطيع في أي لحظة أنك أنت تستغفر، تستطيع في أي وقت أنك أنت تستغفر. و صحيح أن هناك أوقات معينة يفضل أن الإنسان يستغفر، لكن الاستغفار إشارة إلى أنه دائما هناك بداية جديدة لتراجع فيها نفسك، تعدل فيها أخطائك، وتتخذ طريق أفضل لتحقق الإنجازات التي تريد أن تنجزها. يا رب أكون شاركتكم في هذه التجربة وأكون حققت النية اللي أسأل الله تعالى أنه يتقبلها منا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.